أهلا وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور، أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار الاستعداد لفروض المرحلة الأولى أو الفرض الأول للدورة الأولى بالنسبة للمستوى الخامس، هنشوف نموذج للفرض الأول الدورة الأولى بالنسبة لمادة التربية الإسلامية للمستوى الخامس. إذا النموذج على شكل PDF هتلقاوه في الوصف. إذا نبدأ بالوضعية. وضعية: إذا بينما كان جواد يتناول وجبة الغداء مع زملائه في مطعم المدرسة، كانوا بصدد الحديث عن بعثة الرسول وما ورد بشأنها في سورة العلق والهدف منها، واستدلوا على ذلك من سورة الجمعة، إلا أن حديثهم انقطع بسبب تصرف أحد زملائهم الذي رفض تناول وجبته بجانب طفل أسود البشرة، وأخذ يسب ويشتم التلاميذ الذين حاولوا نصحه وتنيه عن تصرفه. إذا عمشيو سؤال. إذا هنا بالنسبة للوضعية فهي كتعطينا يعني المواضيع اللي هيتحدث عليها أو المواضيع اللي هتناقش في الأسئلة ديال الامتحان. إذا عندنا بعثة الرسول، إذا عندنا خصكم تكون حافظين سورة العلق وسورة الجمعة، إذا كذلك التصرفات، هضروا على التصرف ديال الفرقة بين عربيين وإلى بالتقوى، يعني عدم التمييز لو البشرة أو التمييز بين الناس إلا بالتقوى. اذا هاد الحوايج غيكونوا يعني كمساله او يعني غيتناقشوا في امتحان. اذا نبداو السؤال الاول: اكتب من ماذا؟ من سوره هنا الايه القرانيه من سوره الجمعه هو الذي بعث في الاميين الى وهو العزيز الحكيم، ونكتبه من سوره العلق اقرا باسم ربك الذي كلا ان الانسان لا يطغى. اذا نكتبوا هاد الايات. إذا الآيات المطلوبة منكم سورة الجمعة هي: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. إذا الآيات الأولى من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى. إذا هادو خاصكم تظهروا كتابة بدون أخطاء إملائية. إذا انتقلوا السؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثاني: سن كل عبارة بمعناها. إذا دار البيع ليطغى الطارق. إذا دار البيع معناها اتركوا، إذا نفس الجمعة اتركوا التجارة. ليطغى، ليطغى يعني تجاوز الحد في الطغيان. والطارق معناها النجم المضيء. إذا بالنسبة دار البيع اتركوا هنا التجارة ليطغى يتجاوز الحد في الطغيان، الطارق النجم المضيء. دابا انتقلوا السؤال الثالث. بالنسبة للسؤال الثالث: أكمل الجدول بكتابة اسم الصورة المتضمنة للمعاني الآتية. إذا بالنسبة خلق الله الإنسان من قطعة دم متجمدة، إذا هاد الآيات أو المعاني هادو كاينين فين؟ في سورة ماذا؟ في سورة العلق. إذا نكتبو سورة العلق. إذا هاد الآيات كاينين في سورة ماذا؟ كاينين في سورة العلق. إذا نمشيو دابا بالنسبة للسورة الثانية: جميع المخلوقات تسبح لله تعالى، بعث الله رسولا ليتلو على الناس القرآن ويعلمهم دينهم. إذا بالنسبة لهاد الصور كاينين فين؟ كاينين في سورة، إذا هاود معاني الآيات: بعث الله الرسول ليتلو على الناس القرآن ويعلمهم، سورة ماذا؟ سورة الجمعة. إذا هاد الصور خاصكم تكونوا حافظينهم وعارفين المعاني ديالهم. إذا سورة الجمعة. إذا هنا عندنا سورة العلق وسورة ماذا؟ سورة الجمعة. إذا ننتقلوا السؤال الثالث. إذا بالنسبة للسؤال الثالث: ما هي أركان الإيمان التي وردت في قوله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله؟ إذا نشوفوا أركان الإيمان، إذا ستة. إذا هنا نطلب منا أشنو مذكور في الآية. إذا اللي مذكور في الآية ماذا؟ إذا الإيمان بالله وملائكته. إذا الإيمان بماذا؟ بالله وملائكته. وملائكته أشنو مذكور؟ وملائكته. وماذا؟ وكتبه. كاين أربعة: وكتبه ورسله. إذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذا عمشو السؤال الرابع.
اذكر الركنين الاخرين غير الواردين في الايه اعلى، اذا القولنا جوج اللي هما الايمان باليوم الاخر وبالقدر خيره وشره. اذا نكتبها الايمان بالله، اذا الايمان، اذا كسبنا الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، قلنا جوج اللي هما الايمان باليوم الاخر وبالقدر والايمان بالقدر خيره وشره. اذا والايمان، اذا والايمان بماذا؟ بال، اذا نكتب هنا باش يبان لكم هنا الايمان باليوم الاخر والايمان بالقدر خيره وشره، بالقدر خيره وشره، خيره وشره. اذا سلينا، اذا باش يبان لكم هنا اذا الايمان باليوم الاخر والايمان بالقدر خيره وشره. اذا ننتقل السؤال الموالي. اذا السؤال الموالي هو السؤال الخامس في الاقتداء والاستجابه، اكمل الجدول بالمعلومات المطلوبه عن بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا ما كان تعبد الرسول اذا صلى الله عليه وسلم قبل البعثه، اذا هو غار حراء ليتامل في الكون. اذا هنا عندنا غار حراء، اذا كان الرسول يتعبد قبل البعثه في غار حراء. اذا اسم الملك الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو جبريل عليه السلام. اذا جبريل عليه السلام، اذا جبريل عليه السلام. نعم، اذا نمشيو بالنسبه اول ايه نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم هي اذا اقرا، الذي خلق، اذا نكتبوا هنايا اقرا باسم ربك الذي خلق. اذا هنا باش بان لكم هنا الهمزة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ربك الذي خلق. إذا غنشوفو بالنسبة سؤال الموالي. إذا نوع دعوة الرسول خلال السنوات الثلاثة الأولى من بعثته، إذا هي دعوة سرية دامت لمدة 3 سنوات. إذا دعوة، إذا دعوة سرية دامت 3 سنوات. إذا ننتقلو السؤال السادس، كيف ساندت خديجة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم عندما رجع إليها خائفا يرتجف؟ إذا ساندت، كيف ساندت؟ غطت، إذا غطت، إذا أول حاجة غطته، نعم، وطمأنت، إذا وطمأنت، وطمأنت، إذا غطته وطمأنت، وأخبرته، وأخبرته ماذا؟ وأخبرته أن الله، وأخبرته أن الله لن يؤذيه، أن الله لن يؤذيه. لماذا؟ لأنه كان صادقا. إذا لن يؤذيه، يؤذيه لأنه رجل طيب وصادق، لأنه رجل طيب وصادق، طيب وصادق. إذا هنا غنكتبو باش يبان لكم، إذا غطته وطمأنته وأخبرته أن الله لن يؤذيه لأنه رجل طيب وصادق. إذا ننتقلو، إذا السؤال ماذا؟ السؤال السابع، تصف هنا الفقرة الآتية طريقة الصلاة كما علمها الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، إملأ فراغاتها بما يناسب مما يلي. إذا غنشوفو، إذا قمت إلى الصلاة أسبغ الوضوء، إذا أسبغ الوضوء، إذا أسبغ الوضوء واستقبل ماذا؟ واستقبل القبلة، واستقبل القبلة، واستقبل القبلة، واقرأ ما تيسر من القرآن، هنا من القرآن، واقرأ ما تيسر من القرآن. إذا واطمئن في الركوع وماذا؟ والسجود، واطمئن في الركوع والسجود، والسوي واعتدل القائمة. إذا قمت إلى الصلاة أسبغ الوضوء واستقبل القبلة وقرأ ما تيسر من القرآن، واطمئن في الركوع والسجود، والسوي واعتدل القائمة. ننتقل لسؤال 8، ماذا ينبغي أن يتحقق في الصلاة حتى تكون مؤداة على أحسن وجه؟ إذا الإطمئنان مثلا والخشوع لله تعالى، إذا الإطمئنان، الإطمئنان، الإطمئنان
والخشوع لله تعالى، والخشوع لله تعالى. إذن راه قريتو هادشي في التربية الإسلامية. إذن الإطمئنان والخشوع لله تعالى. إذن ننتقلوا للقسط والحكمة. أجب بوضع علامة إكس في ماذا؟ في المكان المناسب. إذن نشوفوا إكس. إذن جميع الناس متساوون، لا فضل لأحد على آخر إلا بالتقوى. نعم صحيح، كل الناس متساوون. سكان المدن خير من سكان الأرياف. خطأ، بحال سكان المدن بحال سكان الأرياف. إذن هنا بالنسبة الطفل المعاق أقل شأنا من الطفل السليم. خطأ. إذن هنا خصنا ما نفرقوش ما بين الطفل السليم والطفل المعاق. مقياس التفاضل بين الناس هو الاستقامة وحسن الخلق. صحيح. إذن مقياس التفاضل عند الناس أو بين الناس هو الاستقامة وحسن الخلق. إذن انتهينا من سؤال واحد في القسط والحكمة. ننتقل للسؤال الثاني. قدم نصيحة لمن؟ لصديق جواد في الوضعية الذي يميز بين زملائه على أساس لون. إذن في الوضعية اللي شفنا أشنو وقع؟ أن واحد الطفل ما بغاش يجلس حدا آخر لأن آخر بشرة ديالو سوداء. إذن شنو ممكن نقول له؟ بكل بساطة الدرس اللي قريتوه شنو غنقول له؟ سأقول له. إذن النصيحة اللي غنقول له لا فضل، سأقول له. إذن ممكن تجاوبه بطريقة هنايا، سأقول له لا فضل بين، لا فضل بين أبيض ولا أسود، لبين أبيض ولا أسود إلا بالتقوى، ولا أسود إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. إذا لا فضل بين أبيض وأسود إلا بالتقوى. إذا نمشو دابا ننتقلوا السؤال الموالي. إذا سأقول لا فضل بين أبيض وأسود إلا بالتقوى، ولا لا فضل بين أبيض، سأقول لا فضل بين أبيض ولا أسود إلا بالتقوى، ولا بكل بساطة سأقول لا فضل بين أبيض وأسود إلا بالتقوى. تقل السؤال موالي. أكمل حديث نبوي الذي جاء في حق المرأة التي كانت كثيرة الصيام والقيام والتصدق غير أنها كانت تؤذي جيرانها. لا خير فيها. إذا سأقول لا خير فيها هي من ماذا؟ من أهل ماذا؟ من أهل النار، وأعوذ بالله. إذا من إن هي من أهل النار، من أهل النار. إذا سأقول هي، إذا لا خير فيها هي من أهل النار. إذا السؤال الرابع. ضع علامة إكس أمام التصرف الدال على حسن التواصل. إذا أعفو عمن ظلمني وأصبح عنه محتسبا الأجر عند الله. إذا هنا نشوف العلامة. إذا صحيح. إذا هنا نعمل إكس. أقابل من أساء لي بالإساءة إليه حفاظا على كرامتي. خطأ. حسن الإنصات للمتحدث وأقول خيرا وأصمت. نعم صحيح، هذا التصرف يدل على حسن التواصل. لا ألعن ولا أطعن ولا أشتم ولا أقول كلاما قبيحا. إذا هنا لا ألعن ولا أطعن ولا أشتم ولا أقول كلاما قبيحا. إذا هذا كذلك من حسن التواصل. إذا أعفو عمن ظلمني وأصفح عنه محتسبا أجر عند الله. أحسن الإنصات للمتحدث وأقول أحسن الإنصات، هذا من أداب التواصل. وأقول خيرا أو أصمت. لا ألعن ولا أطعن ولا أشتم ولا أقول كلاما قبيحا، كذلك من حسن التواصل. إذا سلينا التصحيح ديال هذا النموذج، أتمنى يكون فتكم. شكرا وإلى اللقاء.